بس الحلو انه على الام تي في السنه الاتيكات حتى يعني مشابهه للوضع الاقتصادي. انا قبل يقول الورق الوردي كثير مهمه والدب الاحمر سوبر مهم، وهيدا هيدا هلا غير، هلا صار غير، ما بقى فيها تقول هيك، فطلعت على الهواء تقول هيك. فالنتاين اجى على لبنان بضغط كتير كبير. هل الوردة الحمراء مهمة؟ لا، بيقدر يكون توليب، بيقدر ما يجيب وردة بالمرة، ولكن الكلمة هي المهمة، الفكرة هي المهمة، الجاست هي المهمة. اي صار الكلمة والفكرة والجاست. انا مرتي لا بدها كلمة ولا بدها فكرة ولا بدها جاست. جاست يعني مثلا جاست تعطيها دورك بالبنك، رقمك بالبنك، هيدا جاست، هيدا جاست مهم واحلى من الكادو. طبعا عرفت كيف؟ قد ما في غلا مان شيء، مش شفت الغلا؟ ما فيك تجيب ورد اصلا، انت بس تشوف حقها للبوكي بتبلش بكي دغري. ما بعدين في شيء كمان غير الكلمه والفكره والجاز. هلا في شيء كثير مهم اثبتت الدراسات انه احسن كادو. حلو، انا عم اشتغل دراسات كله. في دراسات بتقول انه عبطه بالنهار لفتره 30 ثانيه هي اساسيه لتوازن الشخص. رح اعطيك اياها مزبوطه من الاخر، رح اعطيك هي 11 غمره لمدة 20 ثانية انت بحاجة لها كإنسان راشد كل يوم لتنمى نفسيا. حلو حلو، 11 غمرة لمرتي كل يوم فضل جيب كادو. شو منعمل؟ شو عدية تقريبا؟ شو البادجت؟ شو البادجت؟ نعم مثل الأق... يعني 8 ساعات، كل 8 ساعات كل 8 ساعات 11 غمرة، 11 غمرة كل 8 ساعات، برافو عليك. أحسن بعيد عن ورد، له معاني مش حلوة. الورد له معاني يعني بيقول له معاني عن المرأة، يعني في يمكن يدل عن اشي عن المرأة، ممكن كأنك بتجيب لورد ممكن تكون عم تلطشها على شيء معين، فجرب قد ما فيك بعد عن الورد. اوكي، الورد فيه لطشة، فيه يعني كأنك عم تحكي شيء عن للمرأة. حلو، وعن جد لك اذا واحد جاب ورد مسكر فبيكون هون عم بيحكي انه اذا بدي حب انوسان بعده يعني بريء، يعني كثير بعده بريء 100%. بينما اذا كنا نحن وهون مشان هيك في كتير ناس ما بحبوا الورد اللي بيكون مفتح وبيجيبوا يكون شوي بعده مسكر، يعني لا. مش على الاخر مثل هي، هيدا معناتها كانه انه فيها مسج انه حب سريع وباساجي افمار بيقطع بسرعه. حلو، قال اذا بتهدي البنت ورده مسكره يعني حب انوسان يعني مسكره، اذا بتهدي البنت ورده مفتوحه يعني حب سريع. بدك تعطيها ورده مع كتالوج يعني. لا انه قديش ثقيله، انت سائلي بس نجيب لها ورده، بس ورده هالقد مثلا. هيدي التوليب هالقد مفتوح هيك دوار الشمس. اربع شباب بيشتروها مع بعض. فيك ترجع تحضر هالحلقه من لهون وبس عبر ابلكيشن ال بي سي اي ساعه اللي بدك وين ما كنت.